رسالة اجتماعية جميلة خفيفة لطيفة، وكلكم راح يعني توافقون الرأي. أكيد دائما حاول أنك لا تورث لأبنائك أي أمور وأخبار سيئة عن أقاربهم مهما حدث بينك وبينهم. حط في بالك أنك مستحيل تورث لهم أخبار سيئة. دعهم ينشؤون بقلوب سليمة ونوايا صافية جدا. لما تجلس مع طفلك وتبدأ تتكلم عن أقاربك وتسبهم قدامه، خلاص هو ينشأ ويكبر على هذا الشيء، على الكره والحقد. ولا منه كبر تجي تقول له ليش ما تزور جدي، ليش ما تزور عمي، ليش ما تزور خالي، يجي يقول لك يا أخي أنت ما تحبه، أنت كنت تقول عنهم كذا وكذا، كيف الآن تجبرني أني أنا أزورهم؟ أنا أكرههم، لأنهم قبلهم كانوا يكرهونك وكان بينك وبينهم مشاكل، وجاي الحين تجبرني على زيارتهم؟ أنا مستحيل أزورهم. علمهم حسن الخلق والوصل بالأقارب، لعل الله يجعل حالهم أحسن من حالنا جميع. لا تعلمهم على الحقد وعلى السب في الآخرين وعلى أشياء كثيرة سيئة. تبدأ تذكر كل جماعتك بشر، وبعدين تجي تعاتبه تقول له ليش ما تزورهم؟ مستحيل أنه راح يزورهم، مستحيل أنه راح يحبهم، مستحيل أنه راح يقدم لهم الخير، يمكن يقدم لهم الشر. فأنت كل اللي عليك عزيزي المشاهد، لا تورث لأبنائك أي أمور وأخبار سيئة عن أقاربكم مهما حدث بينك وبينهم. سلامتكم. السلام عليكم.